مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم. موضوع اليوم فيديوهات للمؤثرة لوف ليميلي والمؤثر ريفكا في عيد ميلاد ابنها اديمو. انا الغلطه اللي درتها حطيت هنايا لي كارطون زعما حطهم هنايا قدام هادوما كملوا كملني داوي حصل فيه هذا بحالة انا جبت راجلك معليش اه هذيك هي هذيك هي فهمك هذه تعادل هذه تعادل ما والو ما بصحتنا ما والو انا وليت كان نحوسوا على وحده زوج والو وراكي روحي لاني باش تحتاجي من زوجك. أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. ببقى لغير نقولكم تهلاو في روحتيكم، تلاقاو في فيديو جديد، وما تنساوش تابوني ولا باش تخدو عليكم في الكومنتات.